إذن مستمعنا اليوم في دوازة تنقترح لكم بطبوط سهل في التحضير ديال المستمع لبن الأشهب، ونتمنى أنكم تجربوه لأنه كيجي سهل وخفيف في نفس الوقت. غادي نحتاجوا في المقادير ديال البطبوط، غادي نحتاجوا في المقادير ديال العجين زلافة ديال طحين قمح الفينو، زلافة ديال طحين فورس، جوج المعالق كبار ديال حليب بودرة يعني حليب غبرة، قبيصة ديال الملح، معلقة صغيرة عامرة ديال الخميرة المعجونة ديال الخبز، معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، معلقة كبيرة ديال زيت الزيتون زيت البلدية، وغادي نحتاجو كمية من المدافئ اللي غادي تكفانا باش نجمعو العجين بحال كيف كنعجنو الرغيفات والبطبوط يعني والخبز كنجمعو بالمدافئ. فهادو هما المقادير ديال العجين ديال البطبوط. قلنا غادي نحتاجو بكميات متساوية زلافة ديال طحين ديال القمح الفينو، زلافة ديال طحين فورس، جوج المعالق كبار ديال الحليب بودرة، قبيصة ديال الملح، معلقة صغيرة عامرة ديال الخميرة ديال الدار، معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، معلقة كبيرة ديال زيت الزيتون زيت البلدية، والمدافئ اللي غادي يكفانا باش نجمعو العجين. وبطريقة العادية ناخدو القصرية ديالنا ونديرو فيها يعني زلافة ديال طحين فورس وزلافة ديال طحين القمح الفينو، وندير واحد الحفيرة ونديرو جوج معالق كبار ديال الحليب بودرة، نديرو قبيصة ديال الملح، نديرو معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة ومعلقة كبيرة ديال زيت الزيتون زيت البلدية، ونخلطو ونديرو معلقة صغيرة عامرة ديال الخميرة المعجونة ديال الدار، وقلنا قبيصة ديال الملح، وكنخلطوا هاد المقادير وكنبقاو نجمعوها بالمدافي شويه بشويه، وحنا كنجمعوا بالمدافي حتى كتجمع لينا العجين. يعني ملي كنخلطوا هاد المقادير وكنعجنوها كنحصلوا على عجين، وكنبقاو يعني ندلكوه مزيان بحال كيف كنديروا في الخبز وفي الرغيفات، يعني كندلكوا مزيان هاد العجين ثم كنغطيوه ملي كيتجمع لينا وكندلكوه واحد شويه صافي، كنغطيوه وكنخليوه حتى كيخمر واحد شويه، ومن بعد ملي تيخمر يعني ماشي بزاف نعطيوه جهدو شويه يخمر، من بعد كنشوفوا العجينه طلعت يعني شويه تنفخات يعني بدات كتخمر، وديك الساعه كناخذوها وكندلكوها واحد شويه كنخرجوا من الهواء، وكناخذوا داك العجين كنشكلوا منه كويرات اما صغار اما متوسطين على حسب كل واحد كيفاش كيبغي يعني الحجم ديال البطبوط. بقاو غاديين حتى كنكملوا، ملي كنديروهم على شكل كويرات صغار كنخليهم يرتاحوا واحد خمسة ديال الدقائق، ثم كناخذوا كل كويره ديال العجين اللي خليناها ترتاح واحد خمسة ديال الدقائق كنبسطوها واحد شويه باش تجينا رقيقه، يعني كنديروهم شويه رقاق كنطلقوهم رقاق. وملي كنبقاو غاديين كل كويره من هذيك اللي بدينا فيها في الاول يعني كل كويره كنحاولوا اننا نطلقوها رقيق، وكنبقاو غاديين وحنا كنبسطوهم بيدينا حتى كيوليو رقاق، وكنبقاو غاديين مجرد ما كنكملوا هاد الكويرات كلهم ما كيبقاوش يعني طالعين، يعني كنبسطوهم كنطلقوهم رقاق. ملي كنكملوا هذوك الكويرات كاملين اللي عندنا صافي كنسخنوا المقله الثقيله كنسخنوها مزيان، ومباشرة كنبداو بالكويرة الأولى كنديروها مباشرة يعني في المقلة اللي هي سخونة من قبل، كنخليوها غير واحد شوية غير كتبدا تصهد وكنقلبوها للجهة الأخرى، ومن بعد ملي كتبدا غادا وكطيب كنبقاو نقلبوها على جهتين، كل مرة كنطلبوها على جهتين حتى كنشوفوها يعني تنفخات يعني بدات كتنفخ يعني راه بدات كطيب وكتجي يعني منفوخة من الداخل يعني كتجي مفشفشة. ومن بعد كنبقاو غاديين حتى كنشوفو هاد البطبوط يعني طاب على جهتين وتحمر، مباشرة ناخدو واحد الصينية نديرو فيها منديل ونبداو نحطو على كل يعني كل بطبوط طيب في قلب هذاك المنديل، كنبقاو غاديين حتى كنكملوا هاد يعني البطبوط اللي عندنا، وديك الساعه كنقدموه يعني بزبده والعسل في الكوتي مع اتاي وبالصحه والراحه.